السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم كامله تكون مزيانه ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار هو لعشاق سالي سكري، فغنبارطاجي معكم لا ريسيت ديال بوفالو وينكس او لا جنيوحه ديال الدجاج بصلصه البوفالو اللي فريمون كتجي تماما بحال ديال المطاعم. فخليكم معايا باش ندوزو لا ريسيت ديالنا. الوغ لتحضير البوفالو وينكس ديالنا غنحتاجو اول حاجه كيلو ديال جنيوحه ديال الدجاج اللي بيان سور يكونوا مغسولين مزيان ومقطرين، غنضيف لهم جوج معالق صغار ديال الثومه بودر، ملح، جوج معالق صغار ديال البابريكا أو التحميرة، جوج معالق صغار ديال سكينجبير، وجوج معالق صغار ديال البزار. غنضيف شويه ديال زيت العود ونخلط المكونات مع بعضياتها. من بعد ما كنتبلوا الدجاج ديالنا مزيان في هاد لا مارينات اللي وجدنا، الوغ هنا الا كان عندكم الوقت غادي تقدروا تخليوه لواحد المده ديال نص ساعه حتى لساعه يشرب مزيان ديك لا مارينات، سينو بحالي انا ف اون فوا وجدتو درتو مباشره في الصينيه ديال الفرن وغندخلو على درجه الحراره 150 درجه، مشعول من الفوق والتحت ونخليه حتى يتحمر مزيان عاد نجبدو. المهم اللي غندخلو الدجاج ديالنا الفران باش يطيب، غندوزو باش نحضرو واحد طبق ديال الروز اللي حتى هو كيجي سكري واللي غنرافقوه مع هاد البوفالو وينكس ديالنا. واللي غنحتاجو ليه بيان سور الروز، وكيبقى الكميه على حسب عدد الافراد اللي غادي نسبقنا ونكونو سلقناه في الماء مع شويه ديال الملحه. غادي نستعملو اي نوع ديال الروز اللي ما يكونش كيتعجن، انا هنا خدمت بروز بسماتي. غادي نحتاجو بصله صغيره اللي غنشلضوها رقيقه، شويه ديال الزبيب اللي غنخليوها كيرطب في الماء، معلقه كبيره ديال سنيده، وشويه ديال عويدات القرفه، واكيد ملحه والبزار. في مقيله غنشعلو العافيه على شويه ديال الزبده مخلطه مع الزيت الروميه ونخليهم يذوبوا. غنضيف لهم البصيله ديالنا اللي مشلضه ونخليوها تشحر مزيان. غنضيفو البصلة ديالنا شوية الملحة والبزار، من بعد ما تشحرات البصلة ديالنا ولات لاكولوغ ديالها دوغي غادي نضيف ليها الزبيب، سكر سنيده وعويدات القرفه. غادي نخلطوا هاد الخلطه ديالنا مزيان حتى غتكراميليزا، غتولي لنا كراميليزي، عاد غادي نضيفوا ليها الرز ديالنا.
من بعد ما ضفنا الرز فغنحاولوا نلبسوا له داك البصله مع الزبيب معسلين، غنحاولوا نلبسوها لهذا الرز ديالنا كامل. هذا الطبق هذا كيجي حلو وكيجي زوين ناشف، الى ايديال باش اننا نرافقوه مع هكا الاطباق اللي كتجي حلوه. صافي الرز ديالنا واجد، غادي نخليوه دو كوتي وندوزو باش نحضروا صلصه البوفالو اللي غنعسلو فيها الدجاج ديالنا. الوغ لهاد الصلصه كنحتاجو لاصوص باربيكيو، غادي نحتاجو 3 د المعالق كبار بالنسبه للكميه ديال كيلو ديال جنيوحات ديال الدجاج. غنضيفو لها جوج معالق كبار ديال الكيتشوب، وغنضيفو لها 3 د المعالق كبار ديال العسل، صافي غنخلطوا لاصوص ديالنا مزيان حتى تجانس المكونات ديالها مع بعضياتها، وهكا غتكون لاصوص ديالنا واجده. من بعد ما خرجنا الدجاج ديالنا من الفران فكيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيجي شارب ديك التتبيله ومحمر. غنضيفوا جنيوحات ديالنا لو بول اللي قدينا فيه لاصوص بوفالو، وغنخلطوهم مزيان دو فاصون ان داك الجنيوحات كاملين يتشربوا ديك لاصوص ويتلبسوا بها. اون فوا سي في غادي نردو الجنيوحات ديالنا للصينيه ديال الفران وغندخلوهم اونكور اون فوا لمده ديال 10 دقائق باش يتشربوا لنا مزيان ديك لاصوص وغيتكاراميليزاو. هاد لا ريسيت سي اون تيوري بالنسبه للناس اللي كيبغيو داك لو ميلونج انتر سالي سوكري، ما يمكنش تجربوها وما تعجبكمش، فريمون زوينه بزاف. وهذا هو شكل الجنيوحات ديالنا من بعد ما كنخرجوهم من الفران، فكيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين ومعسلين والمذاق ما نعاود لكمش. الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا كيجي بحال هكا، فدوك الجنيوحات كيف ما قلت لكم كيجيو معسلين زوينين، وقدمتهم مع هاد الطبق ديال الرز مع الزبيب والبصله كاراميليزي. اون بروبوزيسيون للعشاء زوينه باش نخرجوا من لا روتين و توس كون مونج طول طون. فكنتمنى ان الاقتراح ديالي هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم. هنا غنكون وصلنا لافان ديال الفيديو ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم. The rest of me, the things that I will do.